بمناسبة العيد الوطني 47 المجيد. جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل ويصدر عفوه السامي عن عدد من نزلاء السجن بمناسبة العيد الوطني المجيد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. مع إشراقة أنوار فجر 18 من نوفمبر المجيد في ذكراه 47 للعيد الوطني المجيد، تحتفي السلطنة بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز بمناسبة تاريخية خالدة يجدد خلالها أبناء هذا الوطن آيات الطاعة والولاء والعرفان لقائد المسيرة الظافرة ورائد النهضة المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة السعيدة تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني من قادة الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات والمنظمات والهيئات ومن كبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، داعين الله جل في علاه أن يديم على عمان الخير والرخاء.